أيوة صحيح ملان في وسط ذئاب، لكن فيكم روح أبيكم. وريني مين اللي يقدر على روح الله. أنه طور بقرون قدر ينطح صخرة وقرونه ما اتكسرتش. أبواب الجحيم لن تقوى عليك، كل آلة صورت ضدك لا تنجح. طب ازاي ده هم ذئاب واحنا حملان؟ لكن الذي فينا اقوى من الذي فيهم. ان كان الله معنا، صحيح احنا حملان، لكن اوعى تقف عند الكلمة دي وبس. بص على القوة اللي في الكلمة دي. ها انا ارسلكم، هي دي القوة. ها انا ارسلكم، انت مش عامل فيها حمل، يعني مش واحد بيتمسكن لغاية ما يتمكن. لا، ده انت حمل بجد، ده انت قادر تسامح بجد، ده انت بتحب عدوك بجد، ده انت بتصلي من اجل اللي بيسيئوا اليك بجد، ده انت بتقف تطلب من اجل اللي بيحرق الكنيسة بجد، ده انت بتقف تصلي من اجل اللي ضرب اخوك وموته بجد، ده انت بتقف تصلي من اجل الوالي اللي بيؤمر اقطعوا راسه بجد. استفانوس كان مرمي في الحفرة، وشاول قاعد يحرس الثياب بتاعت الناس اللي ملمومين حوالين استفانوس، وكل واحد مشمر وماسك في ايده حجرة وبيضرب استفانوس. مين اللي يموت؟ ذئاب، واستفانوس في النص حمل في وسطيهم. قال لهم ها أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالس. بصوا كده في القبة بتاعت الكنيسة، هي دي الرؤية بتاعت الكنيسة، دي القوة بتاعت الكنيسة، المسيح. لكن مش قوة في أخلاقي، مش قوة في تربيتي، أصل أنا متربي كويس، أصل أبويا وأمي حفظوني أعيش إزاي وربوني صح. فين المسيح؟ قوة المسيح اللي فينا. ها أنا أرسلكم. يقول لا تهتموا، متى أسلموكم لا تهتموا، عيشوا خلاص، خليك حمل وامشي بطريقتك وخلاص. اوعى في يوم تفقد البساطة بتاعتك، البساطة اللي تخليك تبص على وصية ربنا انك تقول عليها حاضر. دي بساطة الحمام. ربنا قال حبوا اعدائكم، يبقى حبوا اعدائكم. لكن الفزلكة بتاعت ازاي احبه؟ طب وانا لو حبيته هو هيعمل ايه؟ ما انا لو ما وقفتش في وشه هو هيعمل ايه؟ ما انا لو ما كسرتلوش ايده هو الخطوه الجايه هتبقى ايه؟ دي ايه؟ دي الفزلكه، دي مش البساطه. كونوا بسطاء كالحمام. ربنا قال ايه؟ الوصيه بتقول ايه؟ بتقول اكرم اباك وامك. طب اباك ده كبر في السن وبقى عصبي وبقى بيتنرفز وبقى مخرف وبقى يزعق ويمكن بيشتم، يشتمك فتشتمه وتقول ما هو الراجل خرف، لما كان محترم كنا بنحترمه. طب الوصية بتقول ايه؟ بتقول اكرم اباك وامك. اباك اللي عنده 30 سنة او اللي عنده 50، اللي عنده 70، اللي عنده 90، المؤدب او اللي مش مؤدب، الطيب او القاس. اكرم اباك في وصية. الحمام يقبل الوصية في بساطتها فيعرف ينفذ، لكن الحية ما عندهاش بساطة، عندها لؤم، عندها خبز. فربنا قال اوعوا تاخدوا خبز الحية، بس خدوا الحكمة بتاعتها. الحية حكيمة قوي، لما تيجي تستخبى تستخبى في الصخر، ما تروحش تستخبى ورا حتة ورقة في الأرض، ما تروحش تستخبى ورا حتة زرعة، لا،
تدور على حجرة كبيرة تروح تستخبى تحتها. بتحتمي في ايه؟ في الصخر. ومين الصخرة بتاعتنا؟ المسيح. فقال كونوا حكماء كالحياة. اتحامى في المسيح عشان قوتك في المسيح. ايوه صحيح انا حمل والحمل ضعيف، بس ضعيف لو لوحده. فين الراعي بتاع الحمل ده؟ فين القوة اللي بتقول للحمل ده ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر؟ أيوة حمل وضعيف، بس في حاجة من جواه مخليها في قوة أسد. الصورة صورة حمل والقوة قوة أسد. الكنيسة بتورينا الحكاية دي. يعني تلاقي أبونا أو سيدنا لابس في القداس تونيا بيضة وصدرة وبرنس وتاج. ايه يا عم القبهة دي؟ انت تطلع مين؟ يقول لك انا اللي انت عارفنا بجلابية سودة. مش انت بتشوفني كل يوم بالجلابية السودة؟ امال ايه اللي انت فيه ده؟ ايوة انا حمل، بس انا معايا الاسد، انا جوه الاسد. ده مجد المسيح اللي انت شايفه في الكنيسة، اللي ربنا بيقول لك بسببه انت صحيح حمل في وسط ذئاب، بس هتنجح لو فضلت حمل، لو قدرت تثبت في الايمان وتثق انه اللي واقف على القبر بينده على العازر اللي نتن بعد 4 ايام ويقول لعازر هلم خارجا، هيخرج لعازر من الموت. ايمان. سمعان الخراز واقف قدام الجبل بتاع المقطم ويقول كرياليسون، والجبل يطلع ويتحرك وينزل. مين فينا يعرف يعمل الحكاية دي؟ اهو كان حمل في وسط ذئاب وقالوا له عندك مهلة، لو ما تنقلش انتوا حرين، مش هيفضل فيك يا مصر ولا مسيحي. وفضلت المسيحية وراحوا اللي هددوا المسيحية بايه؟ ده احنا حملان في وسط ذئاب، لكن ها انا ارسلكم في قوة، في ايمان، في السلطان بتاع المسيح اللي ادانا بيه الارسالية دي. ايوة صحيح حملان، لكن معانا الاسد الخارج من سبط يهوذا. شوفوا يقول ايه. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. طب نعمل إيه يا رب؟ ولكن حملان صحيح، ولكن ها أنا أرسلكم. أيوة يقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يعني إيه؟ يعني إيمان. هنا صبر القديسين. آدي القديسين بتوع الكنيسة بتوع المسيح الحملان. أنا هو الراعي الصالح. الراعي الصالح قطيع، ليس قطيع ذئاب، قطيع حملان. الراعي الصالح بيرعى حملان، بيقول أنا أرعى وأربضها، لكن ما بيرعاش ذئاب. الراعي الصالح يعمل ايه في القطيع بتوعه؟ بيدافع عن قطيعه وبيحمي قطيعه وبيربي قطيعه وبيدي قطيعه سلطان للانتصار. ويجي القطيع يضعف ومش قادر يصبر. يعني لو جاله مرض مش مستحمل، لو جات له ضيقه مش مستحمل،
لو القرشين اللي في البنك ولا في البورصة طاروا مش مستحمل، لسه حد بيشيل في البنك والبورصة مش مستحمل، وكل حاجة يقول لربنا انت عملت فيا كده ليه، انت سبتني ليه. طب ما نسأل نفسنا، هو ليه ربنا عايز الكنيسة في الألم وفي الضيق وفي التعب وفي الاضطهاد وفي السيف وفي الموت؟ ليه كده؟ لو خدنا بالنا من الحكاية دي أتصور إن إحنا هنحتمل كل ما يأتي علينا. الكنيسة متحدة بالمسيح، وهي دي المسيحية، مش إن هي تكلمك عن الله لكن تخليك تتحد بالله، هي دي الديانة. مش اللي تقولك نعرف إله صفته كذا ونعته كذا، لا، اللي تدخلك في هذا الإله وتدخل هذا الإله فيك، هي دي المسيحية. طب تعال اتفرج على الإله اللي فيك ده شكله إيه. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، تفوا عليه، ضربوه، شتموه، أهانوه، عروه، جلدوه، سمروه، لبسوه إكليل شوك، وفي الآخر صلبوه وقتلوه. طب ما هو ده اللي أنا متحد بيه، وهي دي السكة بتاعته، صليب وألم واضطهاد. أنا عايز أعيش في الراحة هخرج نفسي منه، لكن عايز أعيش فيه استحمل معاه، وخلي بالك إن هو اللي شايل مش أنت، ده الضرب على الراس. أنت حيالله حتة ضافر في الصباع الصغير، لكن هو اللي عمال يدق على دماغه. مش بس يلبسوه إكليل شوك ويضربوه كمان بقصبة فوق إكليل الشوك عشان يغرسوها في راسه، هو الراس اللي شايله. يعني أنا مش لوحدي في الألم، ولا أنت لوحدك في الألم، ولا أنت لوحدك في الألم. في المرض بننسى ونقول له يا رب ليه؟ اشمعنى أنا؟ وليه التجربة دي؟ وتلاقي الواحد في الأول يصلي وعشمال إنه ربنا يشفيه، ويلاقي ربنا ما بيشفيش يبدأ يقلب، يبدأ يغير على ربنا، بدل ما كان بيقول للناس الله يسامحك بدأ يقول لو ما سكتش فبرضه بدأ كده، بدل ما كان بيقول لربنا أشكرك بيضحك على ربنا بيقول أشكرك عشان يخففه. لما لقى نفسه ما بيخفش قال له لا، وبعدين بقى انت هتسوق فيها ولا ايه؟ لا خلي بالك، ده انا بدي عشور في الكنيسة، هتخففني ولا اقطع العشور؟ خلي بالك، ده انا بروح الكنيسة، هتخففني ولا مش معتبها تاني؟ خلي بالك، ده انا بحب الاباء الكهنة، هتخففني ولا اقلب عليهم؟ خلي بالك، ده انا خادم في الكنيسة، هتشفيني ولا ابطل اروحها؟ ايه اللي قلبك؟ ايه اللي خلى الحمل بأديب وبيكشر عن انيابه؟ من امتى طلع للحمل انياب؟ اهي قله عقل. خروف سلم مخه للحيه قعدت تنفخ فيه وقالت له اوعى تفتكر انك حمل، لا ده انت لو حمل تتاكل، لا اعمل كده تلاقي عندك انياب، سن كده علي صوتك كده شوف بتعرف تشتم ولا لا، عشان لو حد عمل لك حاجه جرب كده. يبص يلاقي نفسه ديب، فعلى الله حد يهوب ناحيته، لكن كان حمل. طب المسيح اللي انا فيه سكته كلها ألم، أنا عايز أطلع براه عشان أبقى إيه؟ ما أنا لو خرجت براه ليس لك معي نصيب.
فالحل الوحيد إننا